شيخ امرأة مرضع يحق لها الإفطار؟ امرأة ايش؟ مرضع. مرة؟ مرضع ترضع مرضع. ترضع نعم. تصوم إذا كان ليس عليها مشقة من الصيام تصوم. وعليها كفارة إذا أفطرت؟ الإرضاع يضر بالطفل. أفطرت؟ الإرضاع يضر بالطفل، فإذا أفطرت عليها كفارة بعد رمضان؟ نعم، إذا أفطرت لأجل إذا كان الصوم يضر بالطفل فاضطرت إلى الإفطار فإنها تقضي فقط بعد رمضان دون أن تطعم.